سلام، بيس، شالوم. لخصت هذه الكلمات التي كتبت على أول طائرة إسرائيلية تجارية تحط في أبوظبي قادمة من تل أبيب رسالة الإمارات من السلام. الكلمات ذاتها تصدرت مقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وذكر ابن زايد أن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يمثل اختراقا دبلوماسيا تاريخيا ودليلا مفعما بالأمل على إمكانية إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط. ويقول وزير خارجية الإمارات إن التعاون أمر حتمي للتغلب على التحديات المتمثلة في دول غير عربية وعدد من الأطراف الداعمة للتطرف، ويشير إلى أن هذه القوى تحن إلى هوس الخلافة وتزدهر على الصراع والفوضى وعدم الاستقرار. وتحدث الشيخ عبد الله بن زايد عن أولويات بلاده في التعامل مع قضايا المنطقة والتي تتمحور حول تهدئة التوترات وبدء حوار إقليمي حول السلام والأمن وتوسيع فرص التعايش السلمي والتغلب على التطرف الطائفي والفوضى التي استمرت لعقود. ويقول ابن زايد إن التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية أمر مركزي، فمعاهدة السلام أوقفت عملية ضم أراضي الضفة الغربية ودعا القيادة الفلسطينية إلى استغلال هذه اللحظة لإعادة ترتيب نهجها والاستعداد للانخراط في محادثات مثمرة. ويؤكد وزير خارجية الإمارات أن اتفاق السلام يبرز بشكل واضح أهمية دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ إن التطبيع لم يكن ليحدث دون الدبلوماسية الأمريكية، لكنه كذلك يتيح لها التخلص من عبء الاستقرار الإقليمي والاعتماد على شركاء أقوياء.